تعالوا معا نرى ماذا يرتدي صياد الإسفنج. صياد الإسفنج يرتدي ملابس كاملة من النظارة، لماذا؟ لتحميه من المياه الباردة في قاع البحر، كما أنه لها رأس حديدي بنافذة زجاجية، لماذا؟ ينظر منها فيرى ما حوله تحت أي سطح الماء، وتخرج من هذه الرأس الحديدية أنبوبة من النطاط، لماذا؟ تمتد إلى فوق ما فوق سطح الماء، لماذا يا بنات؟ لتوصل الهواء إلى الغواص. كيف ينتزع الصياد الأسفنج من قاع البحر؟ ينتزعه عن طريق خطاف له ثلاث فروع ينتزع به الأسفنج في قاع البحر. وما هو الأسفنج؟ الأسفنج حيوان في قاع البحر يتنفس، ولذلك احنا بنقول نصطاد هذا الحيوان عن طريق ثلاث فروع في يد الصياد، لها خطافات ينتزع منها قطعة الأسفنج ويضعها في كيس الأسفنج ويسحبها الصيادون إلى أعلى سطح الماء. أخذ عطلة الإصبع وأختها أمانية يشاهدان صياد الأسفنج وهو ينتزع قطع الأسفنج، فاقتربت أماني من قطعة أسفنج كبيرة في قاع البحر ومدت يدها تتحسس، لماذا؟ لكي تتعرف عليها، ولكن نزل فوقها خطاف الغواص وانتزع الغواص قطعة الأسفنج ومعها أماني ووضعها في الكيس. فشلت محاولات عقلة الإصبع للتفاهم مع الغواص، لأن الغواص كان يلبس رأسا حديديا عجيبا، فلم يصل صوت عقلة الإصبع إليه، كما أنه لم يراه لأنه في حجم عقلة الإصبع. عندما لم يجد في عقلة الإصبع فائدة من محاولة الكلام مع الغواص، ففكر أن يصعد إلى سطح الماء ليبحث عن أخته، فأخذ يتسلق أنبوبة المطاط التي تخرج من الرأس الحديدي، وحتى وصل إلى سطح السطح فوجد زورقا صغيرا فيه بعض الرجال وأقوام من الأسفنج، فأخذ يبحث في أقوام الأسفنج ولكن دون جدوى. وعندما استعد ليقفز في الماء مرة أخرى رأى أماني تصعد على أنبوبة المطاط، فعندما يقول لك كيف عثر عقلة الإصبع على أخته أماني، رأى أماني، يبقى الإجابة إيه؟ رأى أماني تصعد على أنبوبة المطاط. وبذلك قد انتهينا من شرح وتوضيح أهم الأسئلة في الفصل الخامس من مغامرات في أعماق البحر، وكما ترون أن تلك الأسئلة من الصفحة الأولى في المناقشة تم تحديدها بالكامل وتحديد إجابتها من خلال الشرح. والآن سنجيب سويا أسئلة الصفحة الثانية، صفحة 86 في القصة. أول سؤال هو ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة وصوب الخطأ فيما يأتي. أول سؤال، الإنسان الآلي يعمل بدون توجيهات وتعليمات؟ الإجابة خطأ، فالإنسان الآلي يعمل بتوجيهات وتعليمات من الرجل في المدينة. ب، يستطيع الإنسان الآلي أن يقوم بالأعمال الشاقة؟ نعم، فقد أوضحنا أنه يقوم بحمل الصناديق الثقيلة والأسطوانات ثلاثة، يلبس صياد الأسفنج ملابس كاملة من المطاط. نعم، ولا ننسى أن كان بها شاشة من الزجاج حتى يرى أمامه في قاع البحر. استطاع عقلة الإصبع أن يتفاهم مع الغواص وينقذ أماني من كيس الأسفنج؟ لا. خطأ، لا. فهو لم يستطع. وبذلك انتهينا من الفصل الخامس، شرح وإجابات، وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.